سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله 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 سبحان 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 الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Allah, Allah, Allah. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا
ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 90 من ضربة ورمية.
السميع البصير يا الله. وقف النعمان بن مقرن أمير الجيش في معركة نهاوند قبيل المعركة فقال: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفار، ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة. أمنوا يرحمكم الله. فأمن القوم وبكوا وجرت المعركة، فكان النصر واستشهد النعمان. قال السائب بن الأقرع: بعثت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما قدمت عليه قال: ما وراءك يا سائب؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك بأعظم الفتح. واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله. فقال عمر: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى فنشج: حتى إني لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده، فلما رأيت ما لقي قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه. فقال: المستضعفون من المسلمين؟ لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر. الصبر ينقص والسقام يزيد، والدار دانية وأنت بعيد، أشكو كم أشكو إليك، أشكو كم أشكو إليك، أشكو كم أشكو إليك، فإنه لا يستطيع Thank you.
قال سعد بن أبي وقاص: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد، فبكى فأجاز. فكان سعد يقول: فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره، فقتل وهو ابن 16 سنة. هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه المضطرون، وأمل فيما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه، لا تجعل للهوى على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.